هل من أخبار عن الشيخ أيها الضابط؟ أجل يا سيدي. سيدي القاضي، من بعد إذنك نريد التحدث إليك. نعلم المسألة جيداً. لماذا كل النليهان وحتى قونيا حشدت الحرب علي من أجل هذا الشيخ؟ أستغفر الله، أنا أرى عكس هذا. جاءنا خبر جديد، تعالوا معي. شيخي، لماذا أتعبتم أنفسكم؟ شيخي، كان سيدي القاضي يبحث عني. لا تتعبوا أنفسكم، قلت لنأتي لزيارته. إذن يونس، لقد علمنا أنك ذهبت إلى قونيا. أجل يا شيخي، لكنك تقوم بإثبات التهم الباطلة عليك بهذا التصرف. لم أقبل مطلقاً بهذه التهم، بل قبلت بالقدر فقط. يا سادة، لو سمحتم، هذا يكفي، فلا فائدة من الحسرة. هل تأمرني بأي شيء؟ أجل، أخبر زوجتي أني هنا وقل لها ألا تقلق ولا تدعي الدراويش يقلقون علي. أمرك يا شيخي. سلم الشيخ نفسه للعدالة كي يخفف من ذنبه، لكن أنصاره ما زالوا مقتنعون بأنه بريء. لقد عرفت مباشرة بأنك شيخ منذ أن رأيتك. وهل يذهب المؤمن خلف كل ما تراه عيناه وتسمعه أذناه؟ لماذا شيخ كبير مثلك موجودا في هذه الزنزانة؟ قلت إني أتيت للزيارة يا بني. زيارة من؟ زيارتكم يا عزيزي، أنتم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما معنى أن يذهب شيخنا ويسلم نفسه؟ فكرت كثيرا ولم أفهم. حاشاه أن يقوم بارتكاب جريمة، فمن الواضح أنه لا يريد أن يتعب الضباط معه. زوجة الشيخ قلقة جدا، علي الذهاب إلى التكية. حسنا سيد قاسم، لنتولى نحن هذا الأمر. دع الذئاب تتجمع لنرى.